رايحين هنتكلم عن المعمل الاولاني لينا سنه تانية، وهو الاناتومي اوف ذا كيدني. اول حاجه محتاجه اعرف ايه هي الفانكشنز اوف ذا كيدني. الكيدني دي جزء من اليورينري سيستم، المفروض ان هي الفانكشن بتاعتها بتعمل فلتريشن للبلاد من الاند برودكتس اوف ميتابوليزم. الحاجه الثانيه ان هي مسؤوله عن الالكترولايت اند ووتر بالانس. طيب اي اورجن في الاناتومي محتاجه اعرف الشيب والسايت والسايز، الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الاناتومي. اول حاجه الدايمنشنز او السايز بتاع الكيدني. الكيدنز بتبقى 11 سنتي، ده طولها تمام، وبيبقى الويث بتاعها 6 سنتي، والثيكنس لما تيجي تمسكها بتبقى 3 سنتي. يبقى الدايمنشنز 11 سنتي، 6 سنتي، 3 سنتي. ال 11 سنتي دي طول، الويث بتاعها عندها تمام كده بيبقى 6 سنتي، والثيكنس بتاعها 3 سنتي. طيب السايت اوف ذا كيدني، الكيدني از ريتروبروتونيال اورجان، بمعنى ان هي موجوده بيهايند البروتونيوم. يبقى البروتونيوم اونلي كفرنج اتس انتيرير سيرفيس، سو اتس بوستيرير سيرفيس از ديفويدد اوف بروتونيوم اند ريستنج اون ذا ابر بارت اوف ذا بوستيرير ابدومينال وول. فين بالظبط في الابر بارت اوف ذا بوستيرير ابدومينال وول؟ قاعد من الجزء الخاص باللاست ثوراسيك فيرتبري اللي زي ما احنا عارفين تي 12 لحد لمبر فيرتبري رقم 3 الثيرد لمبر فيرتبري. طب هل الرايت كيدني على نفس البوزيشن بتاع الليفت كيدني؟ قال لك لا، ان الرايت كيدني نتيجه وجود الليفر هنا عامل لها داون ديسبيسمنت شويه، زقها قد ايه؟ زقها نص انش بس. طيب نسال نفسنا، هو الرب على مستوى اعلى ولا الانتركوستال سبيس؟ لا، احنا عارفين ان الضلع هو اللي بيبقى فوق والانتركوستال سبيس بتاعه بيبقى تحتيه. يبقى الليفت كيدني نتيجه ان هي على مستوى اعلى هتبقى اوبوزيت للريب رقم 11، بينما الابر اند بتاعه الرايت كيدني هتبقى اوبوزيت لل11 انتركوستال سبيس. طيب نيجي نشوف المسافه من الاليك كريستال من تحت، دي اعلى، يبقى اللور اند بتاعتها اعلى كمان من الاليك كريستال، 2 انش من الاليك كريستال، بينما هنا في نص انش displacement. يبقى الرايت كيدني هتبقى داون displacement بحيث تبعد من الإليك كريست 1.5 انش. يبقى احنا عرفنا اول حاجه الفانكشن، رقم 2 عرفنا الدايمنشنز بتاعتها، رقم 3 عرفنا البوزيشن ريتروبروتونيال على البوستير ابدومينال وول من تي 12 لحد ال 3، وعرفنا ان في داون displacement نص انش على اليمين عن الشمال، وعرفنا نقولهم ازاي. اللي بعد كده اللي محتاجين نعرفه حاجه اسمها الايه، الاكسس بتاعها بيمشي ازاي. يقول لك ان الاكسس بتاع الكيدني بيجي extending from الابر بول، يعني الكيدنس بتبقى قاعده كده تمام، والميد لاين اهو في النص. الكيدنس بتبقى الابر بول بتاعتها هي ناحيه الميد لاين اكتر من اللور بول، فالاكسس بيمشي from the upper end to the lower end. يبقى الدايركشن بتاع الاكسس نازل كده، نازل الدايركشن ده داون وورز، نازل لتحت and ايه and lateral. لما يجون يرسموا السيرفس اناتومي بتاع الكيدني قال في حاجه اسمها موريس باراليلوجرام تمام. عملوا ايه في الباراليلوجرام ده؟ رسم له حوالين كل كيدني كده باراليلوجرام حواليها، بس اخذ الابر ليميتيشن بتاعت الاثنين. يعني ايه؟ يعني اخذ اخر نقطه من هنا رسم هي على نفس مستواها من هنا، واعلى نقطه من هنا رسم على نفس مستواها من هنا. يبقى عندك upper horizontal line، lower horizontal line، وبعدين two vertical lines، واحد اقرب للميد لاين واحد ابعد عن الميد لاين. الابر horizontal line ده قال ان هو موجود عن المستوى بتاع تي 11 thoracic spine، تي 11 thoracic spine. اللور بيبقى موجود عند ال 3 thoracic spine تمام، تي 11 لامبر سباين تمام، ال 3 تي 11 لامبر سباين. طيب الاثنين فيرتيكال لاينز دول هيبقوا موجودين، الاقرب للميد لاين هيبقى 1 انش من الميد لاين، والابعد هيبقى 3 انشز من الميد لاين. فاضل بس اعرف ان الميدل اوف ذا هايلوم اللي هو النص ده بيبقى عند الفيرست لامبر سباين بيبعد قد ايه من الميد لاين؟ بيبعد 2 انش. يبقى انا هنا تي 11 لامبر سباين، ال 3 لامبر سباين، ده 1 انش من الميد لاين، ده 3 انش من الميد لاين. الهايلم الحته اللي في النص دي
عندي المفروض ابقى عارفه عند ال 1 لامبر سباين 2 انش من الميدلاين. لما نيجي نبص على الفليش كده الشيب بقى بتاع الكيدني، يقول لك الكيدني هي بين شيب، لونها ايه؟ لونها ريدش براون، تمام؟ ليها ابر بول وليها لور بول، ده بالنسبه للبولز. بالنسبه للبوردرز ليها اوتر، احنا اتفقنا الميدلاين هنا، يبقى ده اوتر كونفكس بوردر وانر كونكيف بوردر، تمام كده؟ طيب كمان ليها تو سيرفيسز زي ما احنا شايفين، ده كده الانتيير سيرفيس اللي هو ريترو بروتونيال، يبقى بالتالي الابدومينال فيسرا هتبقى موجوده في المكان ده ومعلمه فيه، فبيبقى فيه امبريشنز حتت داخله وحتت طالعه. على عكس لما نيجي نبص على البوستيرير سيرفيس بتاع الكيدني بنلاقيه فلات لان هو لاينج على الماسلز اوف ذا بوستيرير ابدومينال وول. طيب جه على الميديال بوردر وقال لك الميدل اوف ذا ميديال بوردر ده اسمه الهايلم. الميدل اوف ذا ميديال بوردر، ايه الهايلم ده؟ هو المكان اللي هتدخل او تخرج منه الاستراكشرز بالنسبه للكيدني. طيب ليها ارنجمنت الاستراكشرز اللي داخله وخارجه؟ قال لك اه، قال لك ذا موست انتيرير از ذا فين، تمام كده؟ وبعدين في عندي الارتري، يبقى ده رينال فين كولابس ده اهو، تمام كده؟ لما اجي اضغط عليه بيتفتح بياخد وقت، غير الرينال ارتري دايما بيبقى مفتوح. وذا موست بوستيرير ستراكشر انا هجيبه من ورا عشان اوري لك ان في دايليتيشن في الابر اند بتاعه اليوريتر اسمها البلفس اوف ذا يوريتر، يعني دايليتيشن في الابر اند بتاعه. نيجي على الناحيه الشمال نفس الكلام، بس هنا التقسيمه حصلت بدري شويه. ادي حاجات الرينال فينز، وادي كده الرينال ارتري، ده رينال فين بس اتقطع، وادي الرينال ارتري، وادي الحته الواسعه بتاعه البلفس اوف ذا يوريتر. يبقى احنا غطينا الفانكشن وغطينا الدايمنشن وغطينا الشيب بتاعها وغطينا السايز وعرفنا الاكسس بتاعها والسيرفيس اناتومي وعرفنا الايه البوردرز ويعني ايه عندنا هايلم ويعني ايه السيرفيس بتاعتها. دلوقتي احنا هنتكلم على الجزء الثاني وهو الريليشنز اوف ذا كيدني. عندي الرايت كيدني والليفت كيدني. اول حاجه هنتكلم على الانتيرير ريليشنز، ايه علاقتها من قدام؟ يقول لك ان الابر بول والابر بارت اوف ذا ميديال بوردر الجزئيه دي كلها بتبقى متغطيه بالسوبرا رينال جلاند، تمام كده؟ طيب عندي الجزء بتاع الهايلم والايريتد لي، بيبقى عندي هنا السكند بارت اوف ذا ديودينم. عندي الجزء ده كده الشيدد ده الاستراكشر المهم اللي موجود على اليمين، عندي الرايت لوب اوف ذا ليفر. طيب الحته اللي تحت دي بتتقسم لجزئيه كده، هنا فيها الكويلز في سمول انتستين، والجزء ده كده عندي الرايت كوليك فليكشن. يبقى فوق جزء من الابر بارت اوف ذا ميديال عندي الرايت سوبرارينال جلاند، الهايلم والريليتد اريا سكند بارت اوف ذا ديودينم. الجزء اللي ما بينهم هنا في الرايت لوب اوف ذا ليفر، تحت فيه عندي حاجتين الرايت كوليك فليكشر والكويلز اوف سمول انتستين. نيجي على الليفت كيدني نفس الكلام، عندك الابر بول والابر بارت اوف ذا ميديال، عندك الليفت سوبرارينال جلاند. طيب احنا دايما عندي استراكشر ثابت على الناحيه الشمال، عندي الحته دي فيها السبلين، تمام؟ الثاني امبريشن عندي مين الالونجيتد اورجان اللي بيمشي يعدي قدام الكيدني؟ عندك البادي اوف ذا بنكرياس. احنا متفقين من قبل كده ان البادي اوف ذا بنكرياس على الابر بوردر بتاعه بيبقى عندك حاجه اسمها سبلينيك ارتري، وبيهايند البادي وراه كده النقط عشان مرسوم وراه في عندي السبلينيك فين. طيب مين الاستراكشر مهم جدا موجود على الناحيه الشمال اللي هيشغل المنطقه المثلثه دي؟ عندك الاستومك. يبقى بالتالي الكيدني زي ما اخذنا في الاستومك ان هي واحده من الاستراكشرز، والاستومك بيد موجود على البوستيرير سيرفيس بتاع الايه بتاع الاستومك. الجزء اللي تحت ده هنا كان عندي الرايت كوليك فليكشن، هنا هيبقى عندي الديستندنج كولوم، تمام كده؟ والجزء الميديال فيها كويلز اوف سمول انتست. طب نحاول نطبق الكلام ده على الموديل. اول حاجه باينه عندي ان الابر بول ومعاها جزء من الابر بارت اوف ذا ميديال بوردر على الناحيتين از ريليتد تو ذا سوبر رينال جلاند رايت اند ليفت. بعد كده عندي هنا ادي
ادي كده الديودينم عندي السكند بارت اوف ذا ديودينم. لما اجي احط كده كده يبقى الجزء بتاع الهايلاند ادي كده الديودينم السكند بارت هنا يبقى الجزء بتاع الهايلاند ده ريليتد تو ذا سكند بارت اوف ذا ديودينم. طيب ايه كمان عندي الحته اللي تحت دي هي الجزء ده ريليتد للرايت كوليك فليكشر واللي هنا دي الكويلز اوف سمول انتستر. ولما تيجي تحط الليفر في الاناتوميكال بوزيشن تمام كده يبقى الجزئيه دي از ريليتد تو ذا ليفر. يبقى تاني نقول هنا ادي الجزئيه دي ريليتد للسوبرا رينال جلاند. هنا السكند بارت اوف ذا ديودينم عندنا هنا الرايت لوب اوف ذا ليفر كويلز اوف ذا سمول انتستر وهنا عندي الرايت كوليك فليكشن. طيب لما نيجي نبص على الليفت تاني عندي السوبرارينا تمام كده وعندي الجزء الابر بارت اوف ذا لاترال بوردر عندك السبلين. اتفقنا ان ما بين الاثنين في حته مثلثه كده دي هتشغلها مين؟ هيشغلها الوضع بتاع الاستومك تمام. طيب نحط الحاجات في الاناتوميكال بوزيشن. نلاقي ان الجزء اللي تحت بتاع الاستومك بيبقى عندي ريليتد للبودي اوف ذا بنكرياس. طيب البودي اوف ذا بنكرياس اتفقنا ان كان فيه سبلينيك ارتري على الابر بوردر بتاعه ورا كان عندي السبلينيك دي. اخر جزء تحت خالص هيبقى ريليتد هنا للديسندنت كولوم والكويلز اوف ذا سمول انتستين. ده بالنسبه للريليشنز او الانتير ريليشنز بتاعه الايه بتاعه الكيدني. ايه هي البوستيرير ريليشنز بتاعه الكيدني؟ واضحه جدا ان عندك ورا الكيدني عندك الابر بارت احنا اتفقنا ان هي قاعده على النص والبوستيرير عبده من الاول. الابر بارت از ريليتد تو ذا دايفرام بالايه بالاستراكشرز بتاعته. طب الدايفرام فاصلها منين؟ الدايفرام فاصلها من الجزئيه دي يا شباب اللي هو الرايت اند ليفت كوستو دايفراجماتيك ريسيست. يبقى ايه لما يحصل انهاليشن احنا متفقين ان الكيدني ان اللنج مساحتها هتزيد وهتنزل شويه يبقى الكيدني على الابر بارت الدايفرام يفصلها من الرايت اند ليفت كوستو دايفراجماتيك ريسيس. طيب الجزء اللي على الميديال بوردر والهايلم وراء العضله اللي احنا اخدناها دي اللي هي متكونه في الابدومين ونازله لي عندي تحت في الساي اهي العضله دي اللي اسمها السوس ميجور ماسل. يبقى الجزء الميديال ده ريليتد للسوس ميجور ماسل. طب الجزء الانترميديت ريليتد لعضله مربعه هناخدها في البوستير ابدومينال وول اسمها الكوادريتس لامبورس ماسل تمام كده. وبعدين نرجع نروح لللاترال بارت بيبقى وراها عضله ثانيه اسمها ترانسفيرسس ابدومينال. يبقى ايه هي الاربعه ماسلز؟ اول حاجه فوق عندي الدايفرام وبعدين ننزل تحت شويه الموست ميديال هي السوس ميجور ماسل تمام وبعدين المربعه اللي اسمها الكوادريتس لامبورس ماسل وبعدين في عندي ترانسفيرسس ابدومينس ماسل. هنا كده الصوره دي بتوضح لي ان الابر بارت اللي بالاخضر ده كده بوستيرير سيرفس ريليتد تو دايفرام. احنا اتفقنا والدايفرام بيفصلوا من الرايت والليفت كوستو دايفراجماتيك ريسيسس تمام. واحنا اتفقنا على الناحيه الشمال بتبقى الكيدني على مستوى اعلى فهتفصله كمان من الريبس رقم 11 و12. على الناحيه اليمين هتبقى داون ديسبيسمنت هتفصله من الريب رقم 12 وال11 انتركوستال سبيس. بالنسبه للماسلز اللي موجوده تحت عندي الجزء بتاع الهايلم والميديال بوردر ريت للسوس ميجور ماسل اللي هي بالاحمر وبعدين اللي بالازرق الانترميديت بارت ده ريت للكوادريسس لامبورس ماسل والجزء اللاترال ده ريت للترانسفيرسس ابدومينس. يقول لك ان الكوادريسس لامبورس ماسل بتبقى مفصوله من الكيدني ب نيورو فاسكولار ستراكشرز بترتبهم كده حاجه اسمها سب كوستال نيرف اند فيسلز تمام. دول اتنين نيرف اند فيسلز وبعدين في عندي إليو هايبو جاستريك فيسلز وعندي حاجه اسمها إليو هايبو جاستريك نيرف وبعدين إليو انجواينال نيرف.
يبقى في عندي أربعة نيورو فاسكولار ستراكشرز قاعدين ما بين البوستيرير سيرفيس اوف ذا كيدني والكوادريتاس لامبورس اسمهم السبكوستال نيرف اند فيسل، الايليو هايبوجاستريك نيرف والايليو انجوينال نيرف. ده بترتيبهم ودول هناخدهم ان شاء الله في البوستيرير ابدومينال وول. طيب دلوقتي ان شاء الله هنتكلم بقى على ان الارتيريال سبلاي لما يخش جوه هيعمل ايه جواه. الارتري الكبير بيتقسم لحاجه اسمها انتيرير سيجمنتال ارتري وبوستيرير سيجمنتال ارتري ان ريليشن تو ذا فينز، تمام كده. وبعدين تبتدي ادي كده سيجمنتال ارتري، تبتدي السيجمنتال ارتريز تتقطع لارتريز كبيره شويه اسمها لوبر ارتريز، شايفينها ادي اللوبر ارتريز. اللوبر ارتريز دي تمشي تتقطع الاصغر شويه يبقى اسمها انتر لوبر ارتريز. الانتر لوبر تتجمع مع بعضيها تعمل لك حاجه اسمها اركويت ارتريز، والاركويت ارتريز دي يطلع منها راديشن كده اسمها انتر لوبولار ارتريز. يبقى ده كده الرينال ارتري الكبير، ده سيجمنتال ارتري اداك لوبر وبعدين انتر لوبر، والانتر لوبر عملوا اركويت ارتريز، والاركويت ارتريز اديتك انتر لوبولار ارتريز اللي هي في الاخر هتديك الافرنت والافرنت ارتريز بتاعت الرينال جلوميرولاي. طيب نفس الكلام اللي في الرينال ارتري هو نفس الكلام اللي بيحصل في الرينال فين. في حاجه اسمها السيجمنتيشن اوف ذا ايه اوف ذا رينال ارتريز، يعني معناها ايه؟ معناها ان احنا عندنا حاجه اسمها بارشيال نفريكتومي، انك تقدر تقطع جزء من الكيدني وتبريزرف الفانكشن بتاعت الايه بقيه الكيدني. يقول لك ان الرينال ارتري اتفقنا فيه انتيرير سيجمنتال ارتري لما يخش كده يتقسم للسيجمنتال ارتريز يديك جزء ابيكال وسوبيريور وميدل وانفيرير، فبالتالي انت ممكن تقطع البرانش ده عن الجزء الابيكال وتشيل الجزء ده خالص، تمام كده. لو في عندك كانسر او في مشكله ممكن تقطع السيجمنتال اللي داخل على الميدل. طب على البوستيرير الدنيا ماشيه ازاي؟ يقول لك ان الانتيرير ده اداك الابيكال غطى الايبكس انتيرو بوستير، تمام، والانتيرير ده اداك الانفيرير برانش السيجمنتال ده غطى برضو انتيرو بوستير، وجزء من البوستيرير سيرفيس بيظهر فيه السوبيرير والميدل دول الجزئين دول. انما البوستيرير سيجمنتال بيديك 3 برانشات تديك سيجمنت من هنا. يبقى انا توتالي لما بيجوا الناس بتوع السيرجري بيقسموا الكيدني لكام سيجمنتس؟ 1 2 3 4 موجودين على الانتيرير ابيكال سوبيرير ميدل انفيرير، وهم هماهم بيظهروا على البوستيرير سيرفيس ما عدا في حته جديده بتضاف اسمها البوستيرير. يبقى عشان كده لما تيجي تقرا في الكتب اللي انت هتقرا منها يقول لك ان السيجمنتال ارتريز عددهم 5، تمام كده. دي نقطه مهمه كنا لازم نعرفها. هنتكلم بعد كده على الليمفاتيك درينج. طبيعي ان الليمف نودز هتمشي مع الارتريز، تمام، وتيجي تتجمع حوالين الرينال ارتريز هنا في حاجه اسمها اللاترال اورتيك او البارا اورتيك ليمف نود. دي حاجه سهله جدا. الحاجه اللي بعد كده ان عندك الليمفات النيرف سبلاي بتاع الكيدني، احنا متفقين ان دي حته الايه السيلياك ترانك. السيلياك ترانك دي بيبقى فيه حواليها سيلياك جانجليون، تمام. السيلياك جانجليون بتدي حوالين الرينال فيسل حاجه اسمها اورتيكو رينال جانجليون. يبقى الجانجليا الاصليه هي السيلياك ادتك حاجه اسمها اورتيكو رينال، تتحرك مع الرينال فيسلز الفايبرز بتاعتها تتحرك مع الرينال فيسلز والجلوميرولار كابيلاريز. طيب يجي لها من حاجه تاني يقول لك ان احنا اتفقنا ان هي بتوصل للثراسك نيرفس، تبقى تاخد من الايه من اللور ثراسك سبلانكنك نيرفس. طب مش وصلت للامبر، تاخد كمان من تحت من الفيرست لامبر سبلانكنك نيرف، تمام. اخر حاجه محتاجين نتكلم عليها في الكيدني خالص هي الانترنال ستراكشر. الانترنال ستراكشر مينلي هيستولوجيكال فورم، بس احنا كبتوع اناتومي لما بنشوف الكيدني ناخد فيها الكات سيكشن، تمام كده، بنشوفها ايه الحاجه جروس جروس، بس ايه اللي فيها؟ يقول لك اول حاجه بيقابلك من بره هو عباره عن الرينال كبسول، الكبسول ده تمام، بتتحرك شويه بيبقى عندك حاجه اسمها الاوتر كورتكس والانر ميدلا، تمام. يبقى الرينال كبسول اوتر كورتكس انر ميدلا، تلاقي ان الاوتر كورتكس دي بتبعت اكستنشنز كده، تمام، جوه الميدلا فبتقطع الميدلا. الاكستنشنز دي اسمها ايه؟ اسمها الرينال كولومز.
يبقى الكورتكس اهي وبعتت اكستنشن 2 و3 و4 دول اسمهم الرينال كولومز. الكولومز دي قطعت الميدله نفسها لحاجه اسمها البيراميدز اوف ذا رينال ميدل. تمام. طيب البيراميدز دي الايبكس بتاعتها اسمها رينال بابيلي، والرينال بابيلي يبقى الايبكس دي رينال بابيلي ورينال بابيلي، يفتحوا في حاجه اسمها ماينور كاليسز، والماينور كاليسز تتجمع مع بعضيها في حاجه اسمها ميجور كاليسز، اللي هم الميجور كاليسز لما تتجمع مع بعضها تعمل لك الرينال بلفس اللي هو بينزلك على اليوريتر. فين الكلام ده؟ ادي كده الكبسول اللي هو الغامق، وبعد كده الجزء اللي فاتح اللي بره ده اسمه، اتفقنا ان اسمه الاوتر كورتكس، وفي اكستنشن اهو واهو، دول اسمهم الكولومز. تمام كده، اكستنشن من الكورتكس جوه المضله، والجزء الغامق ده اسمهم ايه؟ ده الجزء المضله اتقسمت لحاجه اسمها رينال بيراميدز. تمام، البيراميدز دي جمعت الايبكس بتاعتها اسمها بابيلي، فاتحه جوه ماينور كاليسس اهم كده، والماينور كاليسس تتجمع في ميجور كالكس، وميجور كالكس من هنا ومن هنا يعملوا لك الرينال بلفس، واخيرا خالص بتصب في الايه اليوريتر. كده احنا خلصنا كل جزء خاص بالكدني. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه بالظبط من البدايه؟ اول حاجه احنا اتكلمنا عليها الفانكشن، رقم 2 اتكلمنا على الدايمنشنز بتاعتها والسايز الاكسس بتاعها، عرفنا المورس بيريوجرام اللي هو السيرفيس اناتومي، واتكلمنا على الشيب بتاعها والهايلم والارنجمنت اوف ستراكشرز ويزن ذا هايلم، عرفنا الريليشنز بتاعت الكيدني انتيرو وبوستيريور والبروتينيال كفرنج بتاعها، اتكلمنا على الكبسولز كفرنج اوف ذا كيدني والاستابيليتي بتاعتها بتحصل ازاي، اتكلمنا على البلاد سبلاي. في حاجه بس في البلاد سبلاي، ان في ساعات يبقى في حاجه اسمها اكسسوري رينال ارتري بيطلع من الابدومينال اورتا. تمام كده، بس هو مش يعني مش لازم يخش من الهايلم مع الرينال فيسز، ممكن يخش حتى ايفن من الابر بول او اللور بول. لو دخل من اي منطقه من دول بيبقى اسمه اكسترا هايلر ارتريز، يعني دخلت لها من بره الارتريز. عرفنا السيجمنتيشنز بتاعت الارتريز واهميتها عشان لو هتعمل بارشل نيفريكتومي، عرفنا الليمفاتيك درينج والنيرف سبلاي، وشفنا لو في كات سيكشن عندي في الكيدني هيبقى ايه اللي باين فيه. انما الاستراكشر بتاع الجلوميرولاي ده نفسها ده هيستولوجيكال استراكشر. كده هنتكلم على الجزء الثالث، تكمله الريليشنز، ايه هو البروتونيال كفرنج بتاع الكيدني. احنا اتفقنا ان الكيدني كفر باي بروتونيوم اونلي انتيرير، الانتيرير سيرفيس بس. طيب هل كل الانتيرير سيرفيس بتاع الكيدني هيبقى متغطي بالبروتونيوم؟ قال لك لا، في حاجات ما بينها وما بين الكيدني اورجانز، في ما بينها وما بين الكيدني بروتونيوم، وفي اورجانز قاعده على طول على الكيدني. على الناحيه اليمين اتفقنا عن سوبرينال سكند بارت اوف ذا ديرنال، هنا عندي رايت لوب بتاع الليفر، هنا السمول انتستين، وعندي هنا الفليكشن. ايه بقى اللي متغطي بالبروتونيوم هنا؟ اللي متغطي بالبروتونيوم الاريا ريتد للسمول انتستين والاريا ريتد للرايت لوب اوف ذا ليفر. في بروتونيوم ما بين الليفر والانتيرير سيرفيس اوف ذا كيدني، ما بين السمول انتستين والانتيرير سيرفيس اوف ذا كيدني. يبقى البير اريا سوبر رينال سكند بارت اوف ذا ديدنم رايت كوليك فليكشن، الاورجنز دي قاعده على طول على الكيدني، مفيش بروتونيوم ما بين. على الناحية الشمال الدنيا أسهل شوية، الكفرنج باي بروتونيوم ريليتد لتلاتة اس. ايه هما التلاتة اس؟ عندك السبلين، تمام كده، نقول بس الاستراكشر الأول، وادي السوبرارينا، وادي البنكرياس، وادي الاستومك، وعندي هنا حتة الديسندنج كولون، وعندي الكويلز اوف سمول انتستين. مين هما التلاتة اس؟ السبلين في ما بينها وما بين الكيدني بروتونيوم، والاس الثانيه الاستومك ما بينها وما بين الكيدني بروتونيوم، والكويلز اوف ذا سمول انتستين ما بينها وما بين الكيدني بروتونيوم. يبقى دي 3 اس. بقيه الاستراكشر بير، يبقى السوبر رينال دي بير اريا، البنكرياس ده بير اريا، الديستندنج كولون ده بير اريا. نتكلم بعد كده على حاجه مهمه جدا اسمها الكبسولز اوف ذا كيدني. سبحان الله، ربنا محوط الكيدني دي بثلاثه كبسولز، الكبسولز دول اسمهم 3 اف. تمام، هما ثلاثه بيبتدوا بحرف الاف. لو حبينا نبتدي من الانترنال تو الاكسترنال هيبقى عندك فايبرس كبسول، وبعدين فاتي كبسول، وانت طالع لبره خالص هيبقى عندك حاجه اسمها الفاشيال كبسول. الفايبرس كبسول ده هي فايبرس لاير بتبقى موجوده على الانر
سيرف يعني اكتر حاجه لازقه على الفيني، بس هي ما بتبقاش ادهرنت، كان بي ايزلي ستريبت، يعني انا ممكن اقشرها من على الكيدني. في سيرتن ديزيز بس بيحصل فيها ادهرنس للفايبرس كبسول على الكيدني. الحاجه الثانيه اللي هو الفاتي كبسول، دي شويه دهون كده بتحوط الكيدني وبتحوط السوبرا رينال جلاند. الحاجه الثالثه اللي هي مهمه وفيها كلام شويه، حاجه اسمها الفاشيال كبسول. الفاشيال كبسول ده يا شباب ان عندك الفاشيا كفرنج للترانسفيرسس ابدومينس ماسل بتبقى مغطيه، تمام كده، تيجي عند اللاترال بوردر اوف ذا كيدني وتتفتح زي ساندوتش كده، لانتيرير لاير قدام الكيدني وبوستيرير لاير ورا الكيدني، والكيدني تبقى انكلوزد. ده الفاشيا. يبقى احنا قلنا هي فاشيا بتاعت الترانسفيرسس ابدومينس جت على اللاترال بوردر واتفتحت كده. طب ايه مصير الطبقتين دول؟ يقول لك ان هو الطبقتين دول يجوا ابوردز كده فوق السوبرارينال يغطوها ويعملوا فيوجن مع بعض، يلحموا مع بعض، انما تحت يغطوا الكيدني وينزلوا كتو لايرز مغطيين اليوريتر، يبقى تحت هم سيبريتد فروم ايتش اذر. طب انا لو كملت كانتيرير لاير كده هلحم مع الادفنتيشيا او الكونكتيف تيشو اللي مغطي الابدومينال فيسلز، سواء كان انفيرير فينا كافا او الابدومينال اورتا. طب البوستيرير بقى، يقول لك البوستير بيبقى قاعد ما بين الكيدني وما بين الفاشيه بتاعه الكوادريتاس لامبورس ماسل، تمام، يبقى داخل كده ما بين الكيدني وما بين الكوادريتاس لامبورس لحد ما يقابل الفاشيه اللي مغطيه السوس ميجور ماسل ويحصل له بلندنج معاها. يبقى تاني الفاشيه كانت جايه طبقه واحده مغطيه ترانسفيرسس ابدومينس، قابلت الكيدني اتقسمت لطبقتين انتيرو وبوستير، الطبقتين فوق لحموا مع بعضهم بعد ما غطوا السوبرارينال جلاند، تحت ستيل سيبريتد بس مغطيين اليوريتر، تمام كده. على الميديال بوردر الانتير جت مسكت مع الكونكتيف تيشو بتاع الابدومينال اورتا والانفير فينا كافا، البوستير مش لاقي ادفنتيشن تمسك فيها، تمام، فتعدي ما بين الكيدني وما بين الفاشيه بتاعه الكوادريتاس لامبورس، تلاقي الفاشيه كفرنج اوف ذا سوس ميجور ماسل اللي اسمها سوس فاشيه فتمسك فيها. الحاجة اللي بعد كده اللي محتاجين نعرفها الاستابيليتي اوف ذا كيدني. ليه الكيدني ثابتة في مكانها؟ أول حاجة لأن بيقول لك قاعدة في حاجة اسمها بارا كوليك جاترز، تمام؟ بارا فيرتبرال جاترز، يعني إيه بارا فيرتبرال جاترز؟ يعني تجاويف على جانبي العمود الفقري. دي أول نقطة. الحاجة التانية البوزيتيف انتر ابدومينال بريشر، بيعمل لك إيه؟ بيعمل أوبوزيشن للأورجانز. الحاجة الثالثة الفاسكولار بيديكلز، ادي جنبها الابدومينال اورتا والانفير فينا كافا، وفي درعات محترمة اهي معلقاها في الفيسلز دي. الحاجة الرابعة اللي هو الايه؟ الكفرنج كبسولز اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى احنا كده فاضل لنا نتكلم على الارتيريال سبلاي اوف ذا كيدني او البلاد سبلاي اوف ذا كيدني. يقول لك البلاد سبلاي بتاع الكيدني عندك رايت اند ليفت، بالنسبة للارتيريال رايت اند ليفت رينال ارتريز، تمام كده. نبص هنا ادي كده الليفت كيدني، جنبها احنا اتفقنا ان الابدومينال اورتا هو اللي بيبقى اقرب ناحيه الشمال للميد لاين، والانفير فينا كافا بيبقى سلايتلي تو ذا رايت اوف ذا ميد لاين. بالظبط وضع اشبه بوضع التايتانيك كده، في ادي اتنين وفي دراعات معديه من قدام الدراعات التانيه، تمام. يقول لك ايه؟ يقول لك ان الانفير فينا كافا بيديك رايت اند ليفت رينال فينز، الاثنين بيعدوا من قدام الرايت اند ليفت رينال ارتريز. يبقى ده سؤال ام سي كيو. اول حاجه انا محتاجه اعرف ان البلاس سبلاي بتاعها الارتيريال بيطلع منين؟ بيطلع من الابدومينال اورتا عند مستوى اللامبر فيرتبري 2، عند المستوى بتاع ال 2، تمام كده. طب لوجيك كده مين اطول في الاثنين، الليفت رينال ارتري ولا الرايت رينال ارتري؟ ادي الابدومينال اورتا جنب الليفت، يبقى الارتري بتاعها قصير، بينما الرايت هيعدي بيهايند الانفير فينا كافا ويمشي مسافه طويله، يبقى الرايت رينال ارتري اطول من الليفت رينال ارتري. طب بالنسبه للفينز الوضع معكوس، الفينز اهو من الانفيرير فينا كافا، ادي كده الليفت رينال فين طويل لان هو بيعدي من قدام الابدومينال اورتا وبعدين يعدي انتيرير بالنسبه للليفت رينال ارتري عشان يوصل للكيدني، الليفت كيدني، على عكس ان هنا الدنيا قريبه جدا، ان الرايت رينال فين هيبقى قريب قوي من الرايت كيدني فبيخش لها فيبقى اقصر.